هل في مطالب محددة تتقدم بها مصر كرئيسة للمؤتمر باسم القارة الإفريقية؟ القارة الإفريقية هي مجموعة طبعا لها حيزها داخل المؤتمر، تشكل تقريبا ربع العضوية ولها أطر داخل الاتحاد الأفريقي في التنسيق وتحديد المواقف، وتتحدث بلسان واحد، والمشاركة في قمة القادة من قبل القادة الأفارقة مشاركة كثيفة ليعلو صوت أفريقيا وأولويات أفريقيا وتحقيق المصالح الأفريقية، خاصة في الانتقال العادل في الطاقة بما يتيح لأفريقيا الاطلاع من مسؤوليتها في تغير المناخ، ولكن لا يعيق استمرار تنميتها المستدامة وتجاوز الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين. كل التوفيق إن شاء الله معالي الوزير سامح شكري والرئيس المعين لكوب 27، التوفيق لهذه القمة التي تترأسها مصر. وأنوه أنه غدا إن شاء الله في جلسة افتتاحية يحضرها رؤساء الدول، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس هذه، يعني هو الضيف المضيف لدولة المضيفة لهذه القمة. إن شاء الله بكرة حيكون في جلسة افتتاحية رسمية، وعلى مدار الأيام المقبلة سوف نتابع ما يعني تم من جهود خلال السنة الماضية. كل التوفيق والتقدير معالي الوزير. شكرا جزيلا.